الاخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اليوم حلقه جديده من سلسلتكم المحبوبه لو خيرون. لا داعي يا جماعه. اليوم عندنا الاختبار هذا الرائع يا جماعه وراح نلعبه مع بعض. مو الاختبار، لو خيروك معروفه اللي تحبونها يا جماعه الخير. لكن قبل لا نبدا ابغى لما نسوي المقطع كامل تشوفه كامل في النهايه تكتب ايش اكثر خيار انت من جد احترت فيه، ما عرفت تختار الازرق ولا الاحمر. خليكم مع المقطع ويلا نبدا. يا جماعة، هل تفضل انك تكون قاتل للزومبي؟ هي بداية خرافية يا جماعة، زومبيز تقتله وتفقع ام الزومبيز وتكون معروف بشي هذا، او انك تكون مدرب بوكيمون بيكاتشو والشلة. هنا والله الطفولة، وهنا والله اللعبة الان، يعني الحياة هذه كمان جزء من الطفولة ايام بلاك اوبس. والله يا جماعة يعني في النوق ترى احنا نتكلم في الواقع، ها لو صار هذا واقع مثلا ايش تفضل انهم ينادونك؟ الصدق قاتل الزومبي كذا تحس هيبة، مدرب البوكيمون برضو هيبة، بس مو زي قاتل الزومبي بصراحة. حختار اني اكون قاتل الزومبي يوسف احمد. بسم الله يا جماعة واغلى. اوكي نسبة متقاربة والله ما الومهم، بداية كويسة يا جماعة. عزيزي، هل تفضل انك تكون في جامعة عادية وتحصل على A، او انك تكون في مدرسة هذه اللي اسمها ايفي ليج؟ ما اعرف الشيء هذه بصراحة، لكن بعد ما بحثت هنا مكتوب عندي قدامي يا جماعة الخير رابطة اللبلاب. هي رابطة رياضية تجمع 8 جامعات، تعتبر من اشهر واقدم جامعات الولايات المتحدة الامريكية. ديم يعني شيء مرة قوي، لكن للاسف لما تلتحق فيها حتكون درجاتك بي وسي، يعني نقدر نقول جيد جدا وجيد. اما الجامعة العادية حتكون فيها امتياز. اختار الدرجة ولا اسم الجامعة؟ والله بيني وبينكم ترى هذا سؤال محير، لان احيانا اسم الجامعة حتى لو تخرجت منه بجيد مثلا او جيد جدا تنقبل الخارج اتكلم، بينما لما تاخذ درجة عالية لكن في جامعة غير معروفة ممكن ما يقبلونك كويس او ممكن ما يمشي سوقك. فبسبب هذا الشيء حختار الخيار الازرق، لان هم عندهم ما يهمهم الدرجة كثير اكثر من الجامعة نفسها او اسمها. وهذا الشيء صراحة شفناه نوعا ما غبي نوعا ما، معليش على الكلمة، لكن صراحة خلينا نشوف اغلب الناس. أنا اخترت الخيار الخطأ ولا إيش؟ مو خطأ يا يوسف، أرى الناس أرى، صح ولا لا؟ صحيح والله صحيح فعلا. أوه يا جماعة، الخيار اللي قدام عيني ذا الحين جدا قوي. تخيل إنك أنت وأصحابك طلعتوا غابة وانبسطتوا وكل حاجة، فجأة جوكم ناس وطبوا عليكم، وهذول الناس أنت عرفت في بالك إنك حتموت، حيشقون وجهك خلاص ما فيها مجال، مش إني تحمست كلشت حتى. هل تفضل إنك تكون أنت أول واحد تقتل في المجموعة ولا تكون آخر واحد تقتل في المجموعة مثل الخيار اللي قدامي الخرافي هذا؟ داو بيقلع بالسؤال الصعب. الله يا جماعة والله سؤال مرة صعب. لما أكون آخر واحد حكون قد شفتهم كلهم يموتون قدامي، لما أكون أول واحد ما راح أشوفهم يموتون كلهم قدامي، راح أكون أنا أول واحد، لكن ممكن إنه يجي أحد ينقذ، صح ولا لا؟ ولا آخر واحد يمكن يتركونه ويسامحونه يقول له روح أنت زي المرسول أو شيء. والله يا جماعة بصراحة راح اختار اللون الاحمر اني اكون اخر قتيل. الصدق والله الصدق صح انه فيها مناظر دموية ومؤلمة واعزائي اللي انا طالع معاهم راح يموتون قدامي، لكن المخرج عاوز كده. الله يستر. واو يا النسبة القريبة من بعض، الفرق 3000 شخص فقط. واو والله صراحة شفت، اتوقع هذا اكثر سؤال محير في المقطع والله اعلم. اوه السؤال هنا مكتوب، اذا كنت تستطيع ان تفعل واحدة فقط، هل تفضل انها تكون انك تقف او انك تجلس؟ ما تعرف، اذا انت تجلس ما تعرف توقف، اذا انت توقف ما تعرف تجلس. واو يا عيال ايش الاسئله الصعبه ذي، ايش فيه؟ طيب احنا الحين لو قسناها على ايامنا، اغلب اليوم احنا ما نجلس الا وقت الريلاكس، لكن اغلب الوقت برضو احنا نوقف. بختار اني اكون واقف صراحه، بختار اني اكون واقف. خلينا نشوف اغلب الناس اخترت انها تكون جالسه. كسل هنا، كسل اللون الازرق، كسل انت كسول اذا اخترت اللون الازرق. اعتذر منك. الله الخيارات اللي قدامي ذا الحين مره قويه، بعطيكم عليها امثله بعدين اوريكم اياها. لنفرض انك دخلت محل، دائما العاده انك لما تبغى تسال اللي يشتغل في المحل هذا تقول لو سمحت عندكم كذا كذا كذا، اشتريت من هذا المحل، قدك بتخرج العاده تقول شكرا. اوكي الحين نروح للخيارات، لن تكون قادرا ابدا على قول لو سمحت او شكرا. ايش تفضل يا عزيزي؟ ما اقول لاحد لو سمحت، طب ممكن اقول رجاء، ارجوك، لا ارجوك صح. السلام عليكم ارجوك. وين ال ايش فيه
مدير. بس ممكن اقول له برضو اذا تكرمت. بس خلونا نفرض هذه كلها ممنوعه خلاص، اللي هي الاستئذان او انك تاخذ انتباهه بكلمه كويسه، او الشكر هو الممنوع. والله صعبه مره. شوفوا لو اخذناها كمنطلق ذكاء، بعض المحلات لو دخلت عنده وكان اسلوبك معاه سامج في البدايه ووقح، او كان عادي او رسمي، ممكن ما يخدمك كويس بصراحه. ولو خرجت من عنده وقلت له شكرا ما فرقت، لانه اساسا هو قد اخذ عنك انطباع من اول ما دخلت انك ما تكلمت كويس، او اسلوبك رسمي، او انك ما تكلم كثير، او 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 شكلك ما عجبه كذا اقل حاجه. لكن لو كنت قادر انك تجيب اسلوب وتقول لو سمحت والله يسعدك وزي كذا، ممكن انك تكسر هذا الشيء. ولما تجي خالد تسحب عليه كذا حينصدم ويقول ما شكرني، ما قال لي يعطيك العافيه، ما قال لي ايش في هذا، قليل ادب. لكن على الاقل يكون قد معك غرضك. فحختار بناء على هذه الفرضيه اللون الازرق يا جماعه. نعم اللون الازرق. الناس دول ما فهموا الفرضيه حقتنا، وانتم فهمتوها، فاتوقع اغلبكم حيختاروا اللون الازرق بصراحه. والله صدق مش اني عصبت او زعلت. اوه والله حلوه هذه، تصدقون. هل تفضل يا عزيزي انك تكون قادر على الطيران لكنك تخاف من المرتفعات؟ تجي تطير فجاه كذا على طول تخاف وتنزل تمشي على الارض. يقلع ام التخريب يا شيخ. او انك تكون قادر على التحدث وقراءه العقول، ولكنك بعد ما تسوي الشيء هذا على طول، او بعد ما تسوي القدره دي على طول، تصاب بصداع سيء حقا. اختار والله. اول شيء لو تكلمنا عن كميزات خرافيه، اني اطير او اني اقرا العقول، كلها حلوه، لكن قراءه العقول فيها وسوسه. يعني لو قرات عقل واحد بعدين ما حد تصفي النيه مثلا، او انك تتوقع منه الحسنه السيئه، شيء الزين يعني، راح تتوقع منه كل شيء سيء لانك قاري عقله باختصار. فبناء على هذا الشيء، وانا اكره الصداع بصراحه، فحختار اني اكون قادر على الطيران لكني اخاف من المرتفعات. لانه ايش؟ خلاص اخاف من المرتفع امشي في الارض، انتهينا. اقدر ارتفع تكه كذا مترين، متر ونص كذا على السريع وارجع على الارض. انا اوريدي اخاف من المرتفعات اساسا، فاختار اللون الاحمر صراحه. والنسبه متقاربه والفرق بسيط جدا يا لطيف. اللهجه الاستراليه ام اللهجه البريطانيه؟ بصراحه اللهجه الاستراليه انا ما قد سمعتها، لكن اعرف اللهجه البريطانيه بصراحه، وانا افضلها مره بصراحه، فبختارها هي على طول. اوكي اغلب الناس اختاروا لهجه بريطانيه، شكلنا تمام، اختيارنا كان كويس. يا جماعه كلنا لما نسافر نتمنى لو نعرف لغه البلد هذا اللي احنا فيه، خصوصا لو كانت لغه اجنبيه مختلفه كليا عن اللغه الاساسيه حقتنا اللي احنا نعرفها. ولكن لو اعطيتك خيار اخر خرافي جدا يخليك تحتار، زي ما تشوفوا قدامكم هنا، تحدث فقط بلغه البلد الذي تتواجد فيه، لكن تعرف معنى كل كلمه في تلك اللغه. لنفرض انك سافرت الهند، تتكلم لغتهم وتعرف معنى كل كلمه، يا رجل كانك ساكن وكانك ولدهم حرفيا. او انك تتحدث بكل اللغات في العالم باستثناء لغه البلد اللي تكون فيه. يعني كذا انا اتكلم كل لغات العالم، اليوم انا في الهند ما عاد اقدر اتكلم الهنديه خلاص، بكره رحت امريكا اقدر اتكلم الهنديه لكن ما عاد اقدر اتكلم انجليزي. شفتوا كيف تخريب؟ لكن اقدر اتكلم اي لغه ثانيه. فبصراحه احس انه اللون الاحمر يفيد اكثر. ما هو شرط اني اعرف كل اللغات، اهم شيء اني اعرف لغه البلد اللي انا فيه يا حبيبي. لكن بصراحه والله محتار، والله اني محتار، لان هنا ترى كل اللغات. يعني ممكن تروح، طيب صح انك انت في الهند ما تقدر تتكلم اللغه الهنديه، لكن ممكن تلقى ناس يقدروا يتكلمون انجليزي، ناس يقدروا يتكلمون باللغه الباكستانيه مثلا جنبهم، الناس يقدرون البنغلاديشيه جنبهم، يعني حتستفيد اكثر برضو. تقول اللون الازرق افضل، والله اللون الازرق افضل يا جماعه. اللون الازرق يا رب يا رب. والله الموضوع يحير، والله الموضوع يحير، خصوصا اللي يفكر فيه بجديه ما ياخذوا طقطقه زيي. يا انك تعيش بدون اصدقاء، او انك تعيش بدون الكترونيات. لما نقول الكترونيات يعني تلفزيون، يعني جوال، يعني بلاي ستيشن، يعني بي سي، يعني اي حاجه الكترونيه يا عزيزي. بدونها صراحه اختار اللون الاحمر، العيش بدون اصدقاء. لان الالكترونيات ما... والله والله الناس في الموقع ذا اجتماعيين الف، يقدسون الصداقه والناس، وهذا شيء حلو صراحه. لكن بدون الكترونيات يعني اصير بس اعيش مع اصدقائي كذا وما عاد عندي الكترونيات ولا حاجه. ليه؟ هل تفضل انك تتعلم الاسبانيه، اللغه الاسبانيه، او انك تتعلم علم الرياضيات؟ شوفوا علم الرياضيات حيفيدني، لكن تعلم الاسبانيه حيفيدني اكثر، وانا صراحه مع تعلم اللغات صراحه، واحب الشيء ذا، فحختار اللون الازرق الصدق. اغلب النسبه متقاربه، نسبه متقاربه، فرق 10% بس. وهو سؤال يحير الصدق، مره يحير. ارتدي ملابس كبيرة جدا، ارتدي ملابس ضيقة للجلد. ما ادري السؤال هذا قد جاء معنا قبل كذا ولا لا، لكن انا سبحان الله خلقتي اساسا احب البس الملابس الفضفاضة الواسعة، ما احب الملابس الضيقة، ياهي احس انها ترفع الضغط يا جماعة.
ورب الكعبة ما أمزح. فارتدي ملابس كبيرة جدا بالراحة، أوكي نسبة قريبة تكة، لكن لا بأس لا بأس الحمد لله، كويس إنه أغلب الناس مثلي. عزيزي كلنا نعرف إنه السرعة مهمة جدا في هذا الزمن، لأنه الزمن أصبح سريع ما أدري إيش دخل. ولكن لو خيرت إنك تكون أسرع رجل في العالم على الأرض ولا أسرع رجل في العالم على اليابسة؟ على في السباحة، معلش في السباحة، لأنه زي ما أشوف قدامنا هنا يا جماعة الخير حاطين لنا هذا. هل تفضل أنك تكون عداء أسرع من يوسين بولت في وجه حياته، هو أسرع رجل في العالم بس أنه على الأرض يا جماعة الخير، أو أنك تكون سباحا أسرع من مايكل فيليبس في وجه حياته أو أوج حياته، معلش سوري فيا أنك تكون أسرع رجل على الأرض أو أنك تكون أسرع رجل في البحر، إيش بيكون اختيارك؟ بصراحة يا جماعة كلنا نعرف السباحة جدا مهمة يعني في الحياة، بينما المشي وأنك تروح مكان المكان أهم، فكلنا أتوقع وأغلب الناس حيختارون الخيار الأحمر. إيزي 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 من الله على بركة الله، يب توقعت مرة توقعت واضح يا جماعة، 83% مختارين اللون الأحمر بس 17% مختارين اللون الأزرق. تكفى وأرجوك إذا أنت اخترت الخيار هذا تكتب لنا في الكومنتات ليش اخترته، ليه أبغى أعرف. اقبل مليون دولار أو أنك تعرف بالضبط ماذا حدث في المنطقة 51. المنطقة 51 هذه يا جماعة اللي ما يعرفها يتكلمون الناس أنها منطقة خفيها فضائية وفيها شيء زي كذا موجوده في ما ادري فين في امريكا، والله ما ابغى اتفلسف في الموضوع لاني ما اعرفه، لكن منطقه غامضه ويقولون ان فيها فضائيين وكذا وما حد يعرف عنها اشياء كثير، فتختار انك تصير عارف بالضبط ايش اللي صار هناك وتعرف كل حاجه وا 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 من A الى Z، من الف الى ياء، من واحد الى ما لا نهايه، يقلع عمر الفلسفه الزايده يوسف، او انك تسحب الشيء هذا تاخذ مليون دولار. وانا بصراحه والله باخذ المليون دولار، تقعد المنطقه 51 هذه لها يا حبيبي وما حد مهتم، ما حد مهتم ابدا. حتى النسبه تشكي يا رجل وتحكي وكل حاجه. اوه يا السؤال يوك، وش السؤال ذا اللي شد الموضوع؟ كنا نمزح ونضحك قبل شيء فجاه كذا الموضوع انشد. اجعل ابنك يموت قبلك، حلو، او انك انت تموت عندما يكون ابنك او طفلك صغير جدا. واو السؤال الصعب، واو السؤال الصعب، هنا حيكون يتيم بدون اب وهنا حيموت قبلي بس ما ادري كم عمره حيكون. يقلعوا السؤال الصعب يا جماعه، واو ما اتوقع احد يقدر يختار الصدق، ما اتوقع احد يقدر يختار نهائيا. انا بصراحه ما اقدر اختار الصدق، لكن بضغط اي خيار منهم وانا مغمض حتى عشان اعرف النسبه الاكثر ايش اختاروا. اذا في النص سبحان الله الموت جاء في النص، او ماي جاد حتى الماوس محتار، حتى الماوس محتار. يلا قينا قينا بسم الله، اوكي خلنا نشوف. اوه الكل طبعا ما يبغى يضحي بابنه وحيضحي بنفسه لكنه حيكون طفل صغير، يعني حيكون بدون اب وهذا شيء صعب خصوصا في الزمن الحالي. ديم واو يا جماعه والله شت، والله السؤال ذا عدم ام المقطع كامل. اوكي شباب تخيل كذا نكون وصلنا لنهايه مقطعنا لليوم، اتمنى لو خيروك الحلقه هذه كانت عاجبتكم حطوا لايك اذا تبون ننزل عنها اكثر في القناه. كان معكم يوسف، اتمنى المقطع اليوم عجبكم، اكتبوا لي ايش اكثر سؤال حيركم، مع اني اتوقع ان السؤال حق اجعل ابنك يموت قبلك ولا يموت وانت هو صغير وانت صغير وهو ولا تموت انت وهو صغير، صراحه هذا اكثر سؤال، لكن ما ادري ايش تفكيركم، اكتبوا لي في الكومنتات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، السلام عليكم.